الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات تبارك الله عليكم ومرحبا بكم اليوم معنا. كما كتشوفوا اليوم عندنا العيد الصغير ويدخل علينا بالصحه ان شاء الله يدخل علينا ويدخل عليكم بالصحه ان شاء الله والمغفره يا ربي والربح ان شاء الله والرزق. وتحياتي كاع المغاربه كاملين وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله كل عام يا ربي. واليوم كما كتشاهدوا راحنا متلاقيين حنا والعائله كاملين وقالوا نديروا واحد الحوليه راك عارفين بغينا نعيشوا اجواء بحال ديال المغرب. السي امير هو معايا بغينا نعيشوا الاجواء بحال ديال المغرب ان شاء الله. بغينا حتى الوليدات يعيشوا داك الشيء بحال اللي كنا نعيشوا حنا في بلادنا. وكتشوفوا يعني انا تما يعني بنادم كيبقى دائما غريب يعني داك الشيء دير داك الشيء اللي دير كتبقى غريب وصافي. حنا غا كنقولوا الوليدات مساكين ما نديوهمش بحال هكذا في طريقنا حتى هما. المهم نخليوهم يعيشوا شويه الجو الزين ياك امير عمو. ها ايوا كما كتشوفوا الحولية هو فينا. اجي ادخل شوف واش هذا امير واش هذا كما كتشوفوا هذا الحولي هذا كان ديال الوالده والخوت كاع والمغاربه كاع وتاكلوا معنا بالصحه والراحه وصافي. حنا بغينا ننشطوا الدراري وصافي هادشي اللي كاين الخوت. وتحياتي لكم ان شاء الله وباغي تتابعونا ان شاء الله باغي نديرو مصور ان شاء الله يعني باغي نديرو مصور ان شاء الله وباغي تتابعونا ان شاء الله وتاكلوا معنا بالصحه والراحه الخوت. وتحياتي لكم وسمحوا لينا اخي بغينا نبقى عارفين الدراري بغينا ننشطوهم وصافي هادشي اللي كاين الخوت. وتحياتي لكم خوتي خواتاتي انا السي رشيد هو فينا السي رشيد النسي تبارك الله عليه وتحياتي ليه وعيد مبروك. المهم هاد البركه هادي كيما كنديروها راك شوفوا كيفاش راحنا دايرين ان شاء الله باش نقادوها باش نصوروها. ايوا راحنا مسكاتين معاه وباغي تتابعونا ان شاء الله. جيت تبارك السي رشيد كنديروا كيما كتشاهدوا الحباب الحبابات تاكلوا معنا ان شاء الله بالصحه والراحه. وتحياتي للمغاربه كاملين وتحياتي لكراسفا وتحياتي للسي حسن الغماري ومحمد غفولة من هاد القرسيف. وشكرا لكم وعيدكم مبروك وباغي تتابعونا ان شاء الله. كما كتشاهدوا الخوت الخواتات رحنا اليوم عند الحاج الكبير ديال الجماعه. رحنا في الزاويه اليوم هكا سي احمد رحنا في الزاويه راجل لا رحنا عند الحاج الملياري. ايوا راكم عارفين هو راه شوفها بعيني راه قلبها ياكلها فينا وراكم عارفين اخوتي الله يصبره. كما كتشاهدوا سي رشيد غنكوروا معاه دوك ياك باغي نديروا له البصل في الكرش ديالو. كما كتشاهدوا هاد البصل الخوت باغي تخليه من الداخل ما يتحركش دقيقة على خاطر هنايا رقيق بصح ديك البصله الداخل هي اللي بغات تشد الطباخ باش ما باش دائما يكون مندي من الداخل وما يتحرك منها. شوف غنديروا فيه واحد شويه ديال البطاطا ان شاء الله كما كتشاهدوا وباغي نخيطوا وباغي ندهنوه ان شاء الله من الداخل ومن برا ونفوتوه للفخر ان شاء الله. وباغي تتابعونا المشاهدين الكرام. المهم حتى نكملوا العمليه هذه ان شاء الله وتابعونا صافي سيدي. كما تشاهدوا السي رشيد يعني ديجا كنخدم في الطب العام ياك اخو رشيد. السي رشيد كنخدم في الطب العام وهذا دوك المسكين هذا حولي كان فيه ليستوما كان قزار قد السي رشيد واه كان قزار واه ودابا راه قاده هو يكذبوا انا تنزل عليه واه هذا راه السلك ديال النقره باش راه كيخيطوا على حسب العمليه باش ما تصدي باش ما يصديلهاش. اجبد مخيط ولا يبره هذيك اجبد ولا قاط وعاصي. تحياتي كاع للاحباب كما كتشاهدوا زيرا خوتش انت معايا نتوما شاد واش تلوى تلوى هادشي عاصي الخوت او كنهضيوه المغاربه كاملين أمطان جا الكويرات لي بدا مشات. من بعد ما بزرناه وعطرناه كيما كتشوفو الخوت راه حنا كندهنوه. ها انت سي أحمد تكسيلا نديرها لها الله خو أحمد الله تنتهلا فيه بالله. هنا نضربوه بالموس باش يوصلنا الطياب لهاد الطوابق هاد واحد شويه نضربوهم بحال هاك فهمت سي أحمد نضربو هاد الاثنين بحال هاك باش تا الطويبكات هادو يدخلنا ليهم. ها انتم تشوفوا كما تشوفوا حنا سي رشيد دور واحد شويه هكذا هاكذا خويا رشيد زيد 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 حنا نفكسوا الحولي ديالنا وكنهديوه كاع للمغاربه كاملين. ها انتم اخوتي باش تقولوا حنا شنو فيه كنهديوها كاع الجالية المغربية. تحياتي ليهم وعيدهم مبروك.
انت السرشي فاش تبان لك السرشي الله او السي جواد غا يسمح لنا ها واش جواد الا بغيت تجي مرحبا بك مرحبا السي جواد ولكن رشيد راه راني محضر رشيد السرشيد معايا الزاكي وتعيتي لنا زرعين اسردون راني محضر معايا السرشيد ها ما تجيش افتح حقك راه يوصلك شدوا اخر شي واش فيهم التصهير الحاج صوره عندي يا اخوان زويد كمل لي الطريه ديالك واش اخو احمد هذا هو تبقى تقطع باش ندير هذيك ليه صافي بني صافي دير لي شد لي اليدين باش نقلب الله ديالهم فيهم الستر يلا بسم الله كما كتشاهدوا حنا نطاشيو دروك يعني ما بقاله ما بيضه ديال المينا يا عوام هذا انتشر ها انتم تشوفوا العمليه راه يديرها لها الحاج باش ما يتحركش يعني راه صور هذاك اسيرو يعني هذا اسيرو ولا لا وي يعني قاسح دور دور حولي واه تما تغير خف على مياني باش ندير حاجه ربع تما سي احمد ياك كتشاهدوا الحباب الحبابات حنا الحولي ديالنا حنا قديناه وخيطنا راه ودرنا العمليه الجراحيه ان شاء الله ونتمنى من الله باش ان شاء الله تعيدوا بخير وعلى خير وحنا كما قلت لكم راه حنا نعيشوا الاجواء مع النسيب هنايا والعائله كاع راهم متلاقيه وراه حنا منشطين الدراري ان شاء الله ونطلبوا منكم باش تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وباغي تتابعونا وهذا الحولي هو فينا كما كتشاهدوا راه صدقنا بجوج كبدات فهمت يعني صدق لنا عنده جوج كبالي هانتوما ان شاء الله راه حنا باغي نبرعوكم معنا ولا ثلاثه عنده السي رشيد كاع المهم هما ثلاثه ديال الكبدات ان شاء الله بغينا حتى هما نديرهم ان شاء الله وباغي تتابعونا ان شاء الله يا بسم الله يا بسم الله هانتوما كما بغا تشاهدوا نخرجوا الهواء الطريق في الاول بعدها واه جيب هنا منين سيدي احمد وري الشباب كما كتشاهدوا الخوت خواتي هادي كما كتشاهدوا خوتي خواتي هادي هي بيت النار ان شاء الله راه الفخر راه زاهر والجو تبارك الله الجو عندنا الشتيوا وري لهم السي احمد نرحم لهم نرحم لهم تحيه كاع للمغاربه خوتي وتاكلوا معنا بالصحه والراحه وكان هذه الوالده انا ديال الوالده ان شاء الله كي تجي الوالده راه حنا نبرعوا كاع ما تحيريش مش بعيد لي جانا مرحبا بك تحبنا حباباتنا الحولي ديالنا راه يخدم كما كتشوفوا رانا الحجم اللي نزيد تصور ليه يعني والحاجه جات من هنا كما كتشاهدوا خوتي حنا ساهلين عليه ان شاء الله باذن الله هو راه حنا طارقين اللي عطينا الجونه ديالها وراه عايش في الهواء شفتوا وراه حنا ساهلين معاه حنا فوقاش ما وجد راه حنا معاه ان شاء الله ونهديوه كاع للمغاربه والحباب والاصدقاء وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا ربي داخل الوطن وخارج الوطن كما كتشوفوا خوتي هاد الحويلي حنا عسرناه قرب ليهم محمد اخويا كان هذه هو المهاجر المغاربه الغبري هو المهاجر المغاربه كما كتشوفوا راسه هذا هو المصور ديال الجهه الشرقيه تحرج ليه تركبيه تحياتي لمطه وتحياتي لمهايا كما كتشوفوا حنا هادشي فينا فيه نرجع ربي يسمح لنا وتشكروا معنا بالصحه والراحه ان شاء الله وتلشي فيديو واحد اخر ان شاء الله وشكرا لكم وتحياتي لكم وعيدكم فوق الخير